السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في يوم جديد وطبليه جديده. طبعا يا جماعه المقادير ناقصه، عشان كده بقول لكم متدوخني. فين الفلفل يا كريمه؟ طيب النهارده بقى اكلتنا حلوه قوي، النهارده شعبيه يعني نعمل بقى عده وفول وبطاطس وبتنجان والحاجات الحلوه دي. طيب اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه هبدا بيها النهارده اللي هي العده. في نفس الوقت هنا بقى البتنجان، المفروض البتنجان ده يبقى عروس، يبقى رومي، للاسف جابوا لي عروس ف مش مشكله. طبعا هتصرف وهعمله برده، شقته اتنين كده بالنص زي ما انتم شايفين كده. بسم الله على طول كده. في نفس الوقت انا حاطه طاسه بحمر فيها بصلايه، كان نفسي احط فيها قرن فلفل، للاسف ما جابلوش الفلفل. زعقني كريمه، اقول لها عايزين فلفل اخضر يا كريمه، الله يسامحك، مش مسامحاكي لا دنيا ولا اخره. لا في، انا شفت شنطه فلفل من هنا الصبح قد كده فلفل كتير. يا بيه عايزين فلفل يا بيه، الفلفل يا سعاده البيه. ادي البتنجان اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا زي ما قلت لكم البصل بحمره اهو، ده عشان خاطر هعمل العجه. طبعا العجه يا جماعه ليها كذا مكون بيتضاف فيها اهو. حطينا قرنين فلفل مع البصل، ونضيف معلقه صلصه طماطم هي كده، وكوبايه عصير طماطم. بسم الله. عايزه اقول لكم العجه بقى بطريقتي لازم تجربوها، انا واثقه باذن الله ان هي هتعجبكم، سهله وسريعه وخفيفه وكمان مكوناتها حلوه قوي. طبعا في ناس بتضيف لها فريك وناس بتعملها بالدقيق، انا بعملها بالرز بقى، جربوها بالرز هتعجبكم قوي وانا واثقه باذن الله. هضيف لها بقى هنا شويه فلفل، شويه ملح، شويه كمون. طبعا الطماطم عشان متسبكه عندي قبل كده هي بتغلي على طول، اضيف لها بقى 3 معالق رز كده، رز مصر عادي ني اهو، واسيبه جوه التسبيكه يستوي، عشان طبعا ما بتاخدش وقت في الفرن، البيض بيستوي على طول، وانا هسيبهم جوه بعض كده يستوي. طبعا مش خاطر ما تقعدش تغلي وتطرطش عليها وتبهدلني، هديها شويه ميه صغيرين اهو. حلوه قوي كده. نفس الوقت هنا انا بعمل البتنجان اهو. البتنجان ده يا جماعه المفروض يكون هو بتنجان رومي، بس للاسف كريمه جابت لنا العروس الرفيع ده. حلوه منك يا كريمه، اي حاجه منك حلوه، اي خدمه. نحمره بقى كويس كده، ده بتنجان نعمله بالخل والثوم، الافضل زي ما قلت لكم يبقى رومي بس عادي. صباح الفل يا حاجة أميمة. صباح الفل يا حبيبتي. عاملة إيه يا حاجة أميمة؟ أنتِ عاملة إيه يا أمي؟ أنا كويسة الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله، أي حاجة كريمة بتجيبها حلوة، كفاية قلبها والله. شفتي بقى يا كريمة كريمة؟ والله كفاية طيبة قلبها، ربنا يديها على قد ضميرها ونيتها يا رب. كله كوم وضميرها ونيتها كوم ده. الحمد لله انا ضميرها ونيتها زي الفل ان شاء الله. الله يخليك يا حاج أميمة. الاكلات الحرشه النهارده دي. عشان خاطر هنقعد بقى نفطر بعد الهوا كده، نقعد نفطر، هفطر كريمه وايمان النهارده. والله جدع يا اختي. ومرزوق عشان ما بيحبش الكوسه. المهم انت بس عايزاكوا تقوا الايام دي وتبلغي سلام الياسمين جامد قوي. الله يسلمك من عينيا يا حبيبي. خدي بالك وانت تقولي لها ان كلنا معاك. يا ست خليها على الله. بس عيله بقى ولازم تحس بكده. ما هو انا قلتها قبل كده، ان لم تجد لك حاقدا فاعلم انك فاشل، فخلاص. كله بيعدي يا حاجه اميمه والله صدقيني. كله هيعدي ان شاء الله، والايام دواره هتلف هتلف. طبعا. المهم انتوا كويسين ولافا والاستاذ كريم. الحمد لله كلنا في نعمه، الحمد لله. يا ربنا يديمها يا رب. ما قلت اصبح عليك. صباح الفل. زي الفل يا احلى صباح يا حاجه اميمه، صباح الفل. ربنا يكرمك يا بنتي. ربنا يرضيك، تسلمي مع الف سلامه. طبعا انا كده اهي بقى البتنجان هنا برضو،
عايزه البتنجان يبقى مش مقلي قوي قوي بحيث ان هو ما يبقاش فاضي من جوه، يبقى الجلده بس، نفس الوقت يبقى متحمر عشان يبقى مستوي. ناخد بالنا من النقطه دي. وهنا عندي الصلصه بتاعت العجه اهي، طبعا لسه شويه عليها عشان خاطر الرز فيها ني لسه. الميه دي اللي هتسوي الرز، تخلي الرز معانا يستوي جواها. طبعا مش هياخد وقت الرز لانه الرز هما معلقتين بس، هيستوي على طول دلوقتي، لازم يكون مستوي سوا كامل. لو انت بقى عندك بواقي رز ابيض بعد ما تسبكي حطي جواها، مفيش منه اي مشكله خالص. والبتنجان عندي كفايه عليه كده اهو، عشان البتنجان ده صغير ومتقطع رفيع، فعشان ما يبقاش فاضي من النص حطهم هنا كده. وهنعمل له بقى دقه بالخل والثوم دلوقتي، رائعه رائعه بصراحه. حطهم هنا كده، وبرده هنحمر شويه بطاطس كده حلوين. الاكله حلوه النهارده، هتاكلي هفطرك يا كريمه النهارده، كفايه قشر بطيخ عليكي. ايوه كده، بسم الله. حطي بقى البطاطس تتحمر. على البتنجان ده ما يهدى شويه عشان اعرف ارصه واعمل له الدقه بتاعته. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نعمل التشه اللي بالخل والثوم وبعدها نطلع فاصل. نرجع ده ورا كده اهو، ونسيبه يستوي براحته بالرز اللي فيه. نعلي بقى النار هنا كده، هي تشه سريعه كده. بنحمر ثوم في شويه زيت، ونحط له خل وملح وكمون بس. حلوه قوي، وكمان بيدي طعم حلو قوي البتنجان، وخصوصا بقى يا جماعه لو البتنجان كان بتنجان رومي بيبقى رائع بصراحه. توم اهو، التوم ده مش حلو، قلت لكم التوم ده مش حلو. التوم ده هيطرطش على وشي دلوقتي، والله هيطرطش على وشي وهتعور وهقعد اعيط لكم هنا في المكان. واحد كده بتيجي عليه بقى وقت خلاص بيكون زهقان بقى من الطبيخ ومن الخضار، وسواء لحمة او سمك، بيمل بطنه كده، بتشتهي حاجات حرشة كده. فاحنا قلنا النهارده بقى نخليهم حرش كده وجميل. شفتوا التوم؟ مش انا قلت لكم التوم ده بيتشتش على وش الخلق؟ لا لا عادي، هذا البتنجان عشان نرش على وشه الدقة على طول. طبعا انا بقلب التوم ده من بعيد لبعيد كده، بيني وبينه عداوه كده سبحان الله. التوم بقى على ما يتحمر نطلع فاصل صغير، نرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنت حطيت قليل البتنجان، طبعا الثوم اللي قلت لكم ده مش هيعجبني، انا شلت الثوم خالص، هيجيبوا لي ثوم غيره. على بقى ما يجيبوا ثوم غيره هنعمل بقى فول بطماطم. هنا حطيت بصلات تتحمر كده، شويه زيت، وهديها قرن فلفل اخضر كمان. هنعمل حبه فول محبشين كده حلوين. العيش، انا جايبه شنطه عيش وانا جايه من الفرن اللي عندنا، هطلعه طبعا، محدش ياخد منه العيش ده، انا مشتريه وانا جايه، انا جايبه ب 10 جنيه والله، ب 10 جنيه. هنا اهو طبعا ما بحمرش دايما في اي حاجه حمراء البصل قوي، حط حته ثوم كده. والمكون السحري بقى ده بصل اخضر اهو، وشويه بقدونس صغيرين. تسلم ايدك. بودي جاب لنا التومه كده، حلو قوي، شايفين بقى الجمال. الريحه بقى طلعت علينا. شويه فلفل عشان الطماطم اهو، شويه كمون. عندي معلقه صلصه انا كنت مبقياها من العجه اهي، وطماطميه مهروسه اهي مقطعه كده صغير. يا سلام على الروايح الحلوه،
نفسهم بقى كده ايه يتسبكوا 3 4 5 دقايق لحد الطماطم معانا ما تتبل. نقلهم بقى على العين اللي ورا هنا ايه تتسبك بس الطماطم اهي. عايز اقول لكم خلطه الفول دي رائعه، لسه الطماطم جامده فنسيبها نحطها ورا كده هناك. وهنا بقى نعمل ايه، نجيب بقى طاسه كمان اهي ونبدا نعمل الخل والثوم بتاع البتنجان. يبقى كده خلصنا حاجه، طاسه عندي اهي، شويه زيت بسم الله اهو، وادي الثوم، بس الثوم ده مهروس كبير بس مش هقول لكم وحش، هاخده برده ثوم اهو. صباح الفل يا ام ساجده. الو يا ام ساجده. ايه حبيبتي عامله ايه؟ صباح الفل. صباح الهنا عليك. اهلا بيكي اتفضلي. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي يا ام ساجده. لازم تجربي النهارده العجه بقى والفول بالطماطم والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. ان شاء الله باذن الله. ده انا عماله ارن من بدري بس كريمه مش عايزه ترد عليا، مش عارفه ليه. كريمه دايما جايبه لي المشاكل والكلام من كل الناس. مش عارفه بجد، انا رنيت كتير قوي. عارفه يا كريمه، ام ساجده من اصدقاء البرنامج يا كريمه، دي صاحبه مكان. حبيبتي بتقول لك حقك عليا اهو. واحلى حاجه حصلت امبارح اللي هم اخيرا عادوا البرنامج الساعه 5. شفتي بقى؟ انا ما سكتش، قلت لهم لا ممكن الا متابعيني ابدا. اه شفتي كده؟ طب عمي على عمي يا كريمه. طيب امبارح تسجيل القناه الساعه 5 لقيته شغال، قلت بجد ده لو كنتش مصدقه. شفتي بقى؟ شفتي يا ست كريمه؟ يستمروا على هذه الجوده، ما يغيروش ان شاء الله. لا مش هيغيروا باذن الله، مخرج سامعك والمنتج وكل البني ادمين سامعينك. انا جوزي بيجي من الشغل بيبقى عايز يسمع الحلقه كمان. ياه، متابعين كمان رجاله اهو، يا سلام. لا بيبقى عايز يتفرج. انا اعمل له ايه بقى؟ اخلصي. عشان يسمع الحلقه بقى الساعه 5 احب اقول له هدايا ربنا يخلي لي يا رب، والسجده يا رب يفضل البيت مفتوح بحسه. ربنا يخليكم لبعض يا ام ساجده، ويفضل دايما البيت مفتوح بحسه وما يحرمكوش من بعض ابدا. اللهم امين حبيبتي ويخليك. شفتي بقى؟ وابو لوفا ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. ماشي يا روحي، يلا فرعيت. مع الف سلامه. تسلم ايدك يا بودي. جهزت كده البيض بتاع العجه، وهنا عندي الثوم اهو، ده الثوم اللي احنا هنحطه على البتنجان. نديله بس حته فلفل. صباح الفل يا ناديه. صباح الفل يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. امبارح كنت لابسه احمر، كان وشك حلو على الاكل. شفتي بقى؟ بس ماليش في الكوره برضو حبيبتي. يا صدفه والله. ربنا يخليك يا نادي، تسلمي، ربنا يبارك لك. تعملي ايه النهارده؟ النهارده بقى عاملين اكلات حرشه كده حلوه، عاملين فول بقوطه وعاملين عجه وعاملين بتنجان ولسه هنعمل بطاطس وحاجات حلوه. انت جوعتيني والله. تعالي كلي معانا بقى يا ناديه. انا عشان عازمه كريمه على الفطار النهارده. ربنا يخليك يا صدفه يا رب. ربنا يخليك يا نادي، تسلمي. والله العظيم ده احلى اكل. والله العظيم. بصي احنا عايزين، بصي فرن كده ونقعد جنب الفرن كده عشان يكفي. والله الاكل ده اللي بيفتح النفس. طبعا. تعالي كلي معانا النهارده بقى. ربنا يخليك يا صدى. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا بعمل الفول بطماطم زيك بالظبط. شفتي بقى الحلاوه بتاعته عامله ازاي؟ بص الجمال. ده جميل. بطلي نبدا يا كريمه. كريمه كريمه. ربنا يصلح بين ايديك. والله كريمه طيبه. كريمه طيبه. انت ما تعرفيش حاجه. انتوا ما تعرفوش حاجه، انا اللي مستحملها وساكته. اسكت، سيبوني ساكته. جعسوله. سيبوني ساكته. سيبوني ساكتة. هي كلمة مخطوبة؟ جايبة لها عريس؟ اي بس نوفق راسين في الحلال والله، وربنا يبارك في كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده اتعشت يا كريمة النهاردة. جهزي الفستان يا كريمة. على عروسة. بس هتبقي نادية هتبقى، بصي وانت بتتصلي بينا ابقي كلمي كريمة الأول اطلبي ايديها في الكنترول. بس كده. ماشي ماشي نادي. يا ريت يا صدفه بجد تكلميني بعد الهوا. حاضر من عينيا. حاضر. انا عايزه اقول لك حاجه. حاضر من عينيا الاثنين. طيب كده حطينا الثوم والفلفل، ادي الخل اهو، نحط بقى شويه كمون وملح. كمون. على الريحه.
الريحة يا ولاد الريحة. الريحة بقى وجمالها، الريحة كده خطيرة. الواحد بقى يحب ياخد واحدة كده. ممكن ادوق لو سمحت؟ ممكن ادوق؟ حد شرط يبقى سكوت علامة الرضا. عب جمال. بس كده، تعالوا بقى كده بسرعة ورايا، تعالوا 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 تعالوا. الطشة الحلوة بقى دي، بصوا بقى كده. بص بص بقى، بصوا يا ولاد، يا خراشي يا خراشي يا ولاد، يا قولون اللي اتنفخ من الريحه يا ولاد، اه يا قولون يا ولاد، يا قولون يا ولاد. نرجع بقى هنا للفول. بصوا بقى التحبيشه بتاعته الحلوه دي، ادي الفول اهو. طبعا الفول ده لسه هيتهرس، بس سيبوه شويه مع بعض. نعمل بقى ايه هنا دلوقتي؟ هنا انا حطيت البيض، هنحط له فلفل اسود وبقدونس وشويه ملح، بس مش هنكتر. ونيجي بقى ايه، نشوف التسبيكه بتاعت العجه كده. الله، بس هي كفايه عليها كده. طبعا لازم دي تبرد عشان خاطر الاول ما نحطها على البيض ما تستويش. بس طبعا بما اني ما فيش وقت فانا هاخدها كده هيلا بينا. بعد ما اقلب البيض كده كويس بالبقدونس، ولا بحط لها بيكنج باودر ولا بحط لها اي حاجه، هي كده حلوه. ممكن رشه كربونات الصوديوم عشان خاطر تفضل خضره من جوه، بس ما بحطش عادي اهو. نجهز بقى البايركس اللي نحط فيه عشان خاطر البيض هيستوي على طول، لان الصلصه سخنه. وهنحطها على البيض فهتسويه على طول. ندهن بس البايركس بتاعنا كده اهو. يا رشا صباح الفل. الو يا رشا. طب كلمنا تاني يا رشا. صباح النور. اه رشا رجعت اهو. صباح الفل يا رشا، سامعاكي اتفضلي. اهلا، انا سامعاكي. الو يا رشا، انا سامع. طب كلمنا تاني يا رشا بقى. نيجي بقى هنا ايه اهو، ننزل بقى بالخليط ده على ده كده بسرعة. بسم الله. هما يكملوا تسوية، بس نقلبها بسرعة 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 كده قبل البيض ما يلحق يخش في السوى اهو كده على طول. بس كده، وبارك الله فيما رزق. بايركس عندنا اهو، البيض بدا يستوي اهو، شايفين؟ انا شايفاه. بسم الله. نحطها بقى في الفرن، تاخد لها ربع ساعه تلت ساعه كده. كده الطماطم مستويه ومتسبكه والرز مستوي، هو البيض هيستوي بس على طول. نحطها في الفرن، وخلال الفرن بقى هلم الحاجات دي واطلع البطاطس ونرجع لكم بعد الفصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا العجة وحطيناه في الفرن، وعملنا بقى الثوم كده والخل للبتنجان، وطلعنا بطاطس. بصوا عملنا الفول. هعمل ايه بقى دلوقتي في الفول؟ حاجه سريعه كده، حاجه سريعه كده. الله يسامحكم، الله مش مسامحاكم، انا مش مسامحاكم. شايفين بقى؟ واحنا بقى بنهرس الفول بقى كده، واحنا بنهرس الفول بقى كده. الك يا سندس. صباح الفل. صباح الفل. تعالي كلي معانا فول بقى النهارده. هناكل فول وهناكل كل حاجه والله. كله كله كله. طب يا جماعه، انا النهارده قررت ان احنا هناكل الاكل الحرش ده والحلو ده، بما ان سندس معانا انا اكل واملى البطون وهي تقص ونفصل بالاناسيليوم. تفصل بقى بالاناسيليوم. طب صباح الفل عليكي. صباح النور. قبل اي حاجه، في عروض حلوه؟ اقفي كملي. ما فيش عروض حلوه للناس الحلوه اللي سمعانا دي، ما تكمليش. جايبه عروض وخصومات بس. انا مش هتكلم كتير، انا ههرس الفول كده في السكات، وهي بتقول لنا العروض والخصومات بس واحده واحده كده. ماشي على الرايق كده.
طيب يلا. خلينا نتكلم على اول عرض اللي هو خصم 75%. تمام. خصم 75% على كورس الثلاث شهور. طب احنا هنكتفي بخصم 75%؟ لا، كمان عندنا خصم 50% على كورس الشهرين، وعندنا خصم 35% على كورس الشهر. يعني عامله 3 خصومات لثلاث عروض. كل طبعا طب الثلاث شهور ده كورس الثلاث شهور بيتاخد من فوق ال 100 بالظبط. طب قلنا بقى مكوناته كده. طب هو مكوناته الاناسيليوم، خلينا دايما ان احنا بنقول ان الاناسيليوم رقم واحد في مصر. تمام. عشان كده احنا مسمين الكورس على الاناسيليوم نفسه. تمام. طب ايه عامه الاناسيليوم؟ انا لما باجي اعمل دايت اول حاجه بنلجا لها السلطه، الالياف، بحيث ان انا عايزه املى معدتي وفي نفس الوقت ما يكونش عندي اي ضرر، يعني عايزه اشبع بحاجات مكونات طبيعيه. طب ما هو الاناسيليوم مكون طبيعي 100%، كلها الياف طبيعيه من مكوناته، الياف التفاح، الياف الاناناس، قشور السيليوم، معايا التوت البري. طب عامه بيعمل لي ايه الاناسيليوم ده؟ بديل لعمليه بالون المعده، يعني انا بعمل بالون معده وانا قاعده في البيت من غير اي عمليات جراحيه. طيب انا في البدايه كده عايزه اقول للناس ده منتج طبيعي 100%، كل اللي فيه اعشاب طبيعيه، وتقدروا تطلبوها من خلال الفيسبوك، الصفحه قدامكم هي على الشاشه، صفحه الفيسبوك قدامكم هي على الشاشه، وكمان المنتج ملخص والترخيص هينزل لكم برده على الشاشه عشان تبقوا انتوا عارفين انتوا اهو الترخيص قدامكم على الشاشه. قول لنا بقى يا سندس، هو الترخيص قدامنا على الشاشه كده؟ اهم حاجه عندي الترخيص، يعني انا ما اخدش مثلا من اعلانات مروجه او اي حاجه او اي حاجه وخلاص. لا، احنا عندنا بيدج خاصه بالمنظومه، في دكاتره متابعين معانا، يعني في فريق طبي بيتابعك من اول ما بتتصلي لحد ما بنخلص خالص. الكورس موثق بالكامل من وزاره الصحه المصريه، عشان كده انا دايما بقول ان هو رقم واحد في مصر. طيب احنا بنتكلم عامه عن سد الشهيه، فاحنا معانا الاناسيليوم، قلت ان هو بديل لعمليه بالون المعده، او انا بعمل بالون معده في البيت. طيب ازاي هو بديل لعمليه بالون المعده؟ لان هو بيملى معايا تلتين المعده، بيحسسني بالشبع من 7 لـ8 ساعات انا مش قادره ان انا اكل. طبعا دي حاجه كويسه جدا ان انا قاعده 8 ساعات على مدار اليوم مش محتاجه ان انا اكل، الاكل قدامي، مش حارمه نفسي، مش حاسه ان انا متضايقه ان انا حد بياكل حاجه معينه او انا ما باكلش. الكورس امن جدا جدا على الاطفال من اول سن 12 سنه حتى 85 سنه، امن على الشباب، امن على البنات، امن على اصحاب الامراض المزمنه، فانا بالتالي باخد حاجه طبيعيه مش محتاجه. وانت بتقولي بقى كده، بص بقى طاسة الفول دي كده، بصوا كلكم، هل الناس وهي بتخس ينفع تاكل فول كده وانزل بصي يترنح كده؟ ينفع اكل فول واكل فول بالزبده؟ بصوا بقى الفول يا جماعه، مش هتحرموا نفسكم من حاجه، فول بالقوطه هتاكله، فول بالزبده شغال، فول باي حاجه موجود. الاناسيليوم هيعمل حيز في المعده، بدل ما انت بتاكلي 4 5 رغيفة لا، ونفسك في الفول قوي وخلاص عايز تاكليه. الناس اللي بتعمل ريجيم بتعمل ايه؟ بيبقى عندها يوم فري، بتدي يوم الفري وتكون بقى محوشه اكل الاسبوع كله وتقوم جايه مبوظه. لا، انت هتبقى عندك حيز في المعده مقفوله كده، في مكان فاضي، المكان الفاضي ده هتاكلي على قده، ان منتج طبيعي مفيش دليل، ينفع للاطفال، ينفع لفوق اللي هم ال 85 سنه، يعني اكيد 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 منتج طبيعي 100%. بالظبط. طيب انا عامه اتكلمت على الانسيليوم ان انا خلاص سددت شهيتي، ودي رقم واحد في مرحله مثلا الدايت او في مرحله الرجيم ان انا سد الشهيه. طيب ايه تاني معايا؟ معايا الماجيك بوكس. طيب الماجيك بوكس بيعمل ايه؟ اول بقى حاجه عايزينها ان احنا نسيح الدهون، ننزل كل الدهون اللي موجوده في الجسم، سواء بقى الجسم بالكامل، دهون موضعيه، منطقه البطن، الارداف، تانيات في الدراع، في تانيات في الظهر. انا دايما مؤمنه ان التخن بيجيب امراض كتير، يعني انا دايما بقول ان زياده الوزن عندي بتسبب لي امراض كتير. طب انا قادره من خلال الكورس ما يكونش فيه زياده في الوزن، وفي نفس الوقت ان انا ما يكونش عندي امراض. برضك الاناسيليوم بيظبط معايا السكر في الدم، هو طبعا مش علاج خالص للسكر، بس انا بظبط من خلاله السكر في الدم لان هي كلها اعشاب طبيعيه. خلينا نتكلم عن الماجيك بوكس، ان هو بيسيح معانا الدهون، الدهون الموضعيه اللي هي منطقه البطن او الجناب او الارداف، بيسيح معانا شيت الجسم بالكامل. ايه طيب هي المكونات؟ معانا في القهوه الخضراء او الجرين كوفي، ودي رهيبه في حل تسيح الدهون سواء موضعيه او شيت الجسم بالكامل. معايا الجارسينيا، وده طبعا نبات بيسيح معايا كل الدهون اللي موجوده في الجسم، بقدر اخس بطريقه امنه وصحيه، مش محتاجه ان انا اعمل عمليات، مش محتاجه ان انا الجا لدكاتره، مش محتاجه ان انا اخاطر بحياتي في عمليه. في ناس كتير قوي بتخاف من البنج، بتخاف من العمليات، انا مش محتاجه اعمل ده كله.
فانا من خلال الماجيك بوكس هقدر اسيح كل الدهون الموجوده سواء موضعيه او في الجسم بالكامل. معظم الستات بعد الولاده بتلاقي عندهم بطنهم بقت مدلدله وعندهم ترهلات كتيره كتيره قوي، يقولها ايه اربطي بطنك بعد الولاده، ومش وهما تربط بطنها تحس ان بطنها هي هي ما بتنزلش. احنا عايزين بقى حاجه تسيح معانا الدهون، وفي نفس الوقت انا هسيح الدهون وعايزه كمان الترهلات تتشد. يعني انا عامه الكورس دايما بقول ان هو بيكمل بعضه، لان احنا هنيجي لحته الترهلات وهنتكلم عنها. طيب احنا اتكلمنا عن ان هو بيسيح الدهون ونزلنا في الوزن وسدنا الشهيه، عايزين نثبت يعني خلاص بقينا كويسين وزننا نزل، فاحنا بقى علينا على الفينيل. طب هو الفينيل اه طبعا امن جدا، امن على اللي بيرضعه وعلى الحوامل كمان. حتى واللي بترضع ما تاكليش حراق عشان ما ينزلش في اللبن للطفل، الطفل بطنه بتوجعه. والاطفال بقى من 12 سنه زي ما قلنا اه بالظبط. لا ما هي اصلها كلها الياف طبيعيه، انا مش بدي فيها حاجه مثلا مواد كيميائيه او اي حاجه اي حاجه فيها ضرر، لا 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 خالص. يعني انا بكون حريصه جدا ان كل الحاجه عندي تكون طبيعيه، اعشاب طبيعيه 100% واقدر اخس من خلالها. ليه اتجه مثلا للحاجات اللي فيها مواد كيميائيه او العمليات وانا في ايدي الحل؟ طب الاعشاب دي ما تضرش القولون؟ يعني انا قولون بينتفخ. بالعكس لا الحاجات دي ما تضرش القولون؟ لا 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 بتساعد. انا دايما بقول كمان ان احنا قولوننا النهارده هينفجر بتنجان وفول يعني احنا النهارده قولوننا هيخبط على الجيران. لا 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 خش على الجيران اللي جنبنا. لان السليم بيساعد كمان، بيكون حل للقولون. انا دايما بقول ان زياده الوزن بيكون فيه سوء هضم. قولني بعد كلمه تقعد معانا، تعالي كلمه اقعدي معانا بيبقى فيه سوء هضم، فانا من خلاله بقدر ان انا انظم الحته دي. انا مش عايزه يبقى فيه مشاكل في القولون، مش عايزه يبقى فيه مشاكل مثلا تصلب شرايين، الام في المفاصل، كل الحاجات دي انا مش عايزاها تحصل. من خلال الكورس انا المفاصل بتاعتي بتشيل بقدر معين من الوزن. دايما بنقول ان الوزن لازم يكون على حسب الطول، بحيث ان احنا عندنا ربنا خلقنا الغضاريف بتاعتنا بتستحمل مثلا وزن معين، فانا عايزه اكون على مقدار الوزن ده. دايما يسالوا وزنك وطولك قبل اي حاجه، يقولك وزنك وطولك بالظبط يعرفوا. لان دايما يقولك لو طولك 150 انت المفروض تبقى 50 كيلو، طولك 160 تبقى 60 كيلو بالزبط. لكن احنا ما شاء الله طولنا 160 ووزننا 150 كيلو دي مشكله طبعا. دي مشكله بقى احنا بنظبطها من خلال الاناسيليوم. تمام. يعني من خلال الاناسيليوم انا بظبطها، بسد الشهيه، بحرق الدهون بتاعتي سواء موضعيه او الجسم بالكامل، بكون بثبت الوزن بحيث ان انا ما اعملش انزل في الوزن او اشتري بقى لبس جديد واظبط حياتي على الحياه الجديده وارجع تاني ان انا ارجع الوزن اللي انا نزلته. هي المشكله اصلا في سد الشهيه، كل الناس بتخاف من الدايت، تحسي ان هم بيجوا ساعه الرجيم بطنهم كده. بص بقى انا دلوقتي بعمل ايه يا ست سندس وانت بقى بتقولي كده؟ ما انت تشوفي مهامك وانا اشوف مهامي. انا بعمل بطاطس تقشط بيضتين كده في حته سمنه كبيره قد كده، شفتها خدت بالي شفتي ينفع طبعا مع انسيلي ينفع عادي. وبعد كده حطيت عليها بيض بقى وفلفل وملح وكمون وشويه بقدونس، ولسه بقى نعمل جبنه قديمه، كل ده هناكله وناخد الانسيليم. هناخد الانسيليم يا جماعه، هناكل كل اللي نفسنا فيه بجد من خلال الانسيليم. انا باكل كل اللي انا عايزاه، كل اللي بتحطه قدامي، محرمش نفسي من حاجه، وانا كمان اللي بحدد لنفسي. يعني ما هو ده اللي هيساعدنا الحيز بتاع المعده بالظبط، ده اللي هيساعدنا ناكل كل اللي نفسنا فيه. وانت طبيعي امن، مفيش اي اضرار، مفيش اي مشكله خالص. ان اسمه معروف، ابحثوا عن الانسيليم والتلخيص اللي قدامكم على الشاشه بالظبط. وكمان الخصومات، يعني احنا عاملين الخصم 75% على الثلاث شهور لاول 100 متصل، و 50% لاول 100 متصل على كورس الشهرين، تمام، 35% على كورس الشهر برضك لاول 100 متصل. والتلخيص قدامكم على الشاشه اهو، عشان خاطر الناس اللي عايزه تشوفه تاني قدامكم اهو. حاجه مرخصه من وزاره الصحه، اكيد طبعا دخل اختبارات كتير عشان ياخد التصريح ده، مش كده مش اي حاجه، مش اي حاجه تاخد تصريح. لا خدوا بالكم يا جماعه من النقط دي، عشان في منتجات كتيره في السوق مش مرخصه، خدوا بالكم وشوفوا انتوا بتعرفوا بتاخدوا ايه الاول. لا الارقام قدامكم، وفي فريق طب بيتابع معاكم كامل زي متابعه الدكتور، وصفحه فيسبوك قدامكم اهي والارقام على الشاشه، عشان خاطر تبقى انتوا عارفين انتوا بتكلموا مين، والارقام قدامكم، تبقى كل حاجه قدامكم وعارفين بتعملوا ايه بالظبط. بعدين اكون بخس بطريقه امنه وصحيه، يعني انا مش عايزه اخس وخلاص، اخس وبعد كده اكتشف ان في اضرار او حصل مضاعفات، لا 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 خالص. انا لازم ادور دايما ان انا اخس بطريقه امنه وصحيه. تمام. اشوف الترخيص من الحاجه تكون كويسه، حاجات طبيعيه هقدر اخس فعلا عليها وزن قد ايه. يعني انا في كورس 3 شهور بقدر اخس من خلاله من 35 ل 40 كيلو، طبعا ده وزن هايل جدا بخلال 3 شهور. ما هو كورس 3 شهور ده من اللي فوق ال 100 فوق ال 100 كيلو بالظبط. طب وانا دايما على فكره بحط الاقل، يعني احنا ممكن نخس كمان اكتر من كده، ممكن نخس في كورس الشهرين من 20 ل 25 كيلو، ممكن اكتر من كده. طب والناس اللي عندها مشاكل في الغده
لا هو بيعليني معدل الحرق عشان خاطر اللي تقول لك ايه اول حاجه تروح للدكتور لجيم عملية تحليل فيتامين د وتحليل غده. ما انا كده كده بدي فيتامين بقى مع الكورس على فكره. اه بس ده هنجيله قدام يعني. انا دايما لا 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 هو بينشط الغده معايا. التوت البري ده بيحرق 4 أضعاف الحرق الطبيعي. تمام. اوريدي بينشط معايا الحرق فبينشط معايا الغده وبيظبط لي السكر في الدم. دي اهم حاجه عندي بحيث ان انا ما احسش ان انا دايخه وانا بعمل مثلا باخد الكورس او الكلام ده. لا 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 خالص الدهون بتنزل وفي نفس الوقت انا صحتي كويسه مفيش دوخه مفيش مثلا اثر لاي حاجه اضرار مضاعفات بعد كده مثلا اكتشفها. لا خالص الكورس امن تماما. كل الناس بتشتكي اصلا من المشكله في التخن. اول حاجه جالهم ضغط وسكر وتلاقي الكوليسترول عالي. أوه. وتلاقي مفاصلهم تقول لك احنا عايزين نغير اللي تحقن ركبتها واللي عايزه. ما عشان بنمشي على مواد كيميائيه بقى. احنا فايدنا الحل ان احنا نمشي على مواد طبيعيه. احنا اصلا من زمان واحنا بنمشي على وصفات طبيعيه يعني قبل مثلا طب البديل كان زمان بالظبط قبل ما نكتشف اي حاجه واحنا بنمشي على وصفات طبيعيه. طب ما انا في ايديا حاجات طبيعيه اقدر امشي عليها ومن خلالها اقدر اخس. ليه اهملها وليه خطر بصحتي اصلا؟ القهوه الخضراء حلوه جدا وموجوده والاناسيليوم موجود والجارسينيا موجود حاجات كتير قوي موجوده جوه المواد الطبيعيه والتوت البرلي. كل دي يا جماعه بص زي هي الياف هو كبسولة بتاخدوها تخش في المعدة تنفش تاخد حيز في المعدة بتملى تلتين المعدة بالزبط. تلتين المعدة دول كأنك واكلة وشبعانة هيبقى فاضل عندك تلت وحتة كده هتاكلي فيهم. فده منتج طبيعي آمن. وبعد 7-8 ساعات بتوع هتخش الحمام هينزل في الحمام وتاني يوم وهكذا لحد ما معدتك تبدأ تاخد ان انت بتاكلي كمية قليلة. حتى بعد ما تخلصي وتثبتي هتلاقي نفسك ان انت معدتك خدت على كده. نطلع بقى فاصل صغير نرجع لكم عشان نشوف عرض شهر شهرين ثلاثة والخصومات وكل الحاجات الحلوة دي. فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا العجه وحطيناها في الفرن وعملنا فول بقوطه وعملنا بطاطس مهروسه وعملنا بتنجان وبطاطس محمره. اخر حاجه هنعملها جبنه قديمه. اقول لكم مكوناتها بقى وسندس بتحكي لي الكورس الشهر والشهرين والثلاثه كل انا عملتها. عندي جبنه قديمه عليها شويه زيت وطماطم مقطعه وبصل اخضر وفلفل اخضر ورايا اهو هجيبه وطحينه شويه زبادي بس كده. نرجع بقى لسندس ونشوف سندس مخبيه لنا ايه. نفكر الناس بيها الاول ان احنا عندنا خصم 75% على كورس الثلاث شهور، عندنا خصم 50% على كورس الشهرين، عندنا خصم 35% على كورس الشهر. طيب انا اقول الكورس الثلاث شهور بينزلنا قد ايه؟ بينزلنا من 35 ل 40 كيلو. معانا كورس الشهرين بينزلنا من 20 ل 25 كيلو خلال المده اللي هي الشهرين. اه بالظبط. وناخد الكورس كامل بكل مكوناته وبحاجته كلها بالظبط كده. تمام. طب احنا اتكلمنا عن الاناسيليوم واتكلمنا عن الماجيك بوكس، فاضل لنا الفينيل. الفينيل بيثبت معايا الوزن وطبعا بينحت لي الجسم، يعني انا بنزل في الوزن ببقى حته واحده. طيب انا عايزه ابتدي اقسم جسمي، ابتدي يبقى في شكل للجسم عامه مش نازل شكل واحد او واخده اتجاه واحد من الجسم وخسيته الشكل مش الطف حاجه. فانا هيكون معايا الفينيل بينحت الجسم وبيثبت معايا الوزن. طيب انا مش بس اكتفيت بالخصومات، لا احنا كمان عندنا هدايا. ايه طيب هي الهدايا؟ عندنا كريم البشره، كريم الترهلات، والفيتامين. ليه عامه بدي الحاجات دي كلها او ايه علاقتها بالكورس؟ انا معايا فيتامين بيساعد ان هو عشان لما ببتدي انزل في الوزن طبعا المعدن بتنزل من الجسم، الفيتامين بينزل من الجسم، فانا ببتدي اساعد الجسم ان هو يجدد الفيتامين مره ثانيه. مش عايزه احس ان ضوافري بتتكسر، شعري بيقع، مش عايزه احس من حاجه من الحاجات دي وانا بعمل الدايت او انا ماشيه على الكورس. طبعا احنا ما بنحرمش نفسنا خالص خالص من اي حاجه، بناكل كل اللي نفسنا فيه. معايا كريم الترهلات، نزلت في الوزن ونحتنا الجسم واتظبطنا كل حاجه، الترهلات بقى ابتدى يبقى فيه في الجسم ترهلات، ابتدى يبقى فيه خطوط بيضاء او حمراء اللي هي علامات التمدد، فانا محتاجه ان انا اخفيها. طيب انا هخفيها ازاي عامه؟ هخفيها من خلال كريم الترهلات، وطبعا بيزيل لي طبقه الدهون اللي موجوده تحت الجلد. انا في طبقه دهون بتبقى تحت الجلد انا محتاجه ان انا انزلها، فكريم الترهلات بيساعد ان هو يزيل لي طبقه الدهون. هنا بقى ستسكتي قليلا. اوكي. بصي يا جماعه بقى، طب هل بقى المخللات والحوادق والحاجات دي كلها
ليها تاثير مع الانسيليوم؟ انا مش بحب يعني انا دلوقتي طبق الجبنه الحلو الجميل ده اللي فيه جبنه وفيه قوطه وفيه بصل اخضر وفيه فلفل اخضر وحاجات حلوه زي دي، هل يا ترى في ضرر الحاجات الحادقه؟ وفي ناس تقول لك ايه انا ما اعرفش اكل غير لما اكل حراق او حادق، اللقمه ما تنزلش، هل في ضرر؟ لا خالص. ياكلوا؟ لا ياكلوا. طب نشوف ام مي. يا ام مي هاتوا لقمه وتعالي يا ام مي. بالله انا وتشفه. هاتوا لقمه وتعالي يا ام مي، هيفوتك نص عمرك النهارده يا ام مي، ده واقفين بالعيش على الباب يا ام مي، تعالي. والله ده الاكل اللي بيفتح النفس. بالله انا وتشفه. تعالي. طب اتفضلي يا ام مي سامعاكي. ماشي. ممكن اسال بس الدكتوره على طبعا سامعاكي وكل اللي نفسك فيه قوله لها، كل اللي انت عايزاه. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. لو سمحتي يا دكتوره بس انا بس على حضرتك، انا يعني ايه وزني 115 120 الحديد في الحدود ده. تمام. ده هي يعني. وطولي بس طولي مش عارفه يعني بالظبط كام. إيه؟ يعني السخن كله جاي لي في جسمي في دراعي وفي رجلي. طيب يعني مثلا احنا طوال ممكن نقول مثلا طول 170 ولا 160؟ انا طويله اول قصيره او وسط. يعني رينج 160 170. فانا كل ما يعني انوي ان انا اخد يعني اجرب يعني وكده. يعني تلفتي بتهبطني. فانا بقى عايزه اثبت لها ان انا بقى ايه قويه وهخس قدامها. المحبطين دول، المحبطين يا ام مي. قول له الا المحبطين المتنمرين دول يا ساتر. ما اعرفش والله، كل ما اقول لها تقول لي لا مش عارفه ايه. لا لا انا عايزه اخس وكده. تخس ان شاء الله يا ام مي معانا سيليوم صدقيني. اثبت لها ان انا اخس ان شاء الله. لا هي بالنسبه بس ان احنا عندنا وزن زياده فهي تبقى محتاجه كورس الثلاث شهور. وطبعا الناس اللي بتحبط والناس اللي بتفضل تتنمر وعندنا اطفال بجد. لا 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 بجد بيجوا من الناس دي والله. الناس دي بتبقى صعبه قوي. فاحنا من خلال كورس الاناسيليوم بنقدر نخس وزن هايل جدا في ثلاث شهور. هقدر انزل من 35 ل 40 كيلو في ثلاث شهور. يعني ما اعتقد بقى ان ام مي ممكن نخبي على سلفتنا الثلاث شهور وناخد كورس الاناسيليوم. هتاكلي عادي قدامها يعني، تعمل الفطار عوزي كلي معايا، تعمل الغدا عوزي كلي معايا، وفي خلال ثلاث شهور هننزل برضك الوزن اللي احنا عايزينه. نداء لسلفه ام مي. ام مي هتعمل رجيم من وراكي وهتجيب اناسيليوم وهتاخده وهتخس وهتغيظك يا سلفتها. بس كده. قلت لك هتخس قد ايه في خلال الثلاث شهور دول؟ من 35 ل 40. ماشي. خلاص ماشي ان شاء الله هجرب وان شاء الله النتيجه تبقى جميله. ان شاء الله. تواصلي بس معاهم من خلال الصفحه او الارقام وهم وفي فريق طبي هيتواصل معاكي. ماشي شكرا يا دكتوره. العفو يا حبيبتي. الصفحات قدامكم يا جماعه، الفيسبوك قدامكم على الشاشه اهي عشان خاطر تبقوا عارفين. واحنا عايزين ناخد كورس المرزوق عشان خاطر المرزوق معانا هنا في القناه برضو ما بيحبش الكوسه بس هو تخين عرفته، فلازم ناخد له كورس برضو. هنجرب على مرزوق. الكورس امن تماما مع كل الاعمار يعني. امن على مرزوق؟ امن على مرزوق. بس كان امن على الاطفال 12 سنه مش هيبقى امن على مرزوق. امن على المغتربين وامن على مرزوق؟ امن. اهو وخدنا الشهاده من بقها اهو. امن على كل الناس حتى مرزوق امن عليهم. حتى انت يا مرزوق خده بس كده، مالكش حجه يا عم مرزوق. كنت بتقول انا اسمي مرزوق مش هينفع؟ لا اهو. لا يا جماعه بجد منتج طبيعي وهايل جدا، ما فيهوش اي اضرار ما فيهوش اي مشكله خالص، لان الحاجات اللي فيه طبيعيه. بيدوا دايما الاطفال اللي بطنها توجعها كراويه ينسون، هو حاجه بيدوها كلها الياف. المغذي ايه؟ خشب ابيض كده تمام بيتطحن معرفش مع حلبه مع مكسرات. هي كلها اعشاب طبيعيه. والمكسرات ايه؟ مش من الشجر؟ كلها اعشاب طبيعيه. الحلبه من ايه؟ مزروعه طبعا. الفاصوليا والعدس والحاجات دي كلها موجوده. القهوه الخضراء ما هي مزروعه. الجارسينيا ما هو برضك نبات ومزروع، كلها اعشاب طبيعيه يعني. قشور السليم برضك نبات، كلها اعشاب طبيعيه يعني. انا امنه دايما ان هي اعشاب طبيعيه 100% هتنزلني وزن اللي انا عايزاه، سواء بقى عندي مناسبه. كمان عاملين خصومات حلوه جدا يعني. انا بقول لكل الناس المفروض تستفيد بالخصم 75% يعني. انا بدفع ربع الثمن. ممكن تاخد واحدة من صحابها او امها او حماتها او اي حد. بالظبط. وكمان عشان الناس بقى تتشجع اكتر وتتحمس اكتر، عايزين نشوف حالات دلوقتي اللي هم كانوا قبل وبعد ما خدوا الكورس. قولوا لنا كل حاله، مثلا لو انت مثلا تعرفي حد منهم ده خد وقت قد ايه على ما نزل من الوزن ده للوزن ده. نشوف حالات قدامنا دلوقتي قدامكم على الشاشه اهو. بصوا بطنه كانت ما شاء الله كبيره.
بصي حتى انا دايما بقول ان الشكل بيختلف، الوقفه بتختلف، كل حاجه عامه بتختلف في الكورس. يعني نازلين قد ايه، البطن كانت عامله ازاي دلوقتي البطن عامله ازاي، الهدوم كانت عامله ازاي دلوقتي الهدوم عامله ازاي، في ايه، لا في فرق جامد جدا يا جماعه. بصوا قدامكم، حتى بصوا البطن وبصوا بصي الشكل عامل واحده ولا واحد، لا تحس انها كانت واحده وبقت واحد، دي خست خالص والله، تحس حتى بقت فلات. انتوا بتخلوا الناس في لا على حسب خصت لا 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 على حسب اللي انت عايزاه، يعني التقسيمه اللي لا انت عايزاه. لا خست ما شاء الله، ايه ده خست قوي حتى ما شاء الله. بصي دراعاتها هنا وهنا، لا باينه، حتى باينه من بطنها اختفت، الجناب اختفت. ما احنا بنبتدي ننحت بقى بالفينيل، يعني الفينيل بيبتدي ينحت معانا، بيبتدي ينحت شكل الجسم على اللي انت عايزاه. الفينيل هو بينحت اللي انت عايزاه، اللي هو بيقسم بقى الجسم بالظبط. بصوا الطفل ده بيختلف تماما، تحسي اصلا ان الاطفال في السن ده اصلا بيتنمر عليهم تنمر غريب. دي حقيقه، والله دي العظيم حقيقة. يبقى مثلا العيل نفسه ياكل حاجه اقول له انت ما تاكلش، وبعدين مش هقدر احرم، يعني لو معايا طفل صغير مش هقدر احرمه، مش هقدر اجس باخده مع اصحابي بشوف الاكل برده. تحس ان هنا اللي لابس كارو ده ان هو شكل اكبر جديد منه، ابوه مثلا اخ كبير ليه، لان بص الفرق بينهم. هو دايما التخن بيزود في السن، يعني دي حاجه من الحاجات اللي يعني وحشه جدا في التخن، ان هو بيزود لي في السن، مش بس بزيد في الوزن، لا انا بزيد كمان في السن. بصي الوقفه واللبس اختلف، يعني ستايل اللبس نفسه كمان اختلف. سؤال بس، في ناس تقول لك انا ما بنزلش وزن، انا بنزل مقاسات. تقول لك انا جسمي يبقى مثلا عندها بوز ضيقه قوي وما تجيش مقاسها، وفجاه تبدا مثلا تاخد اناسيل وتبدا البوز تيجي مقاسها وتقفل عليها وتلاقي جسمها بدا تيجي الهدوم مقاسها وبدا انها تخس. هو استحاله بس على الميزان ما تفهميش في ايه. هو انا استحاله ما انزلش وزن خالص، بس انا ممكن ابتدي انزل مقاسات. طب انا ببتدي انزل مقاسات ازاي وانا وزني ما انزلش؟ في الحالات دي بيبقى مثلا الكتله مثلا بتاعت العظمه اتقل شويه. صح كده؟ اتقل بيبقى مثلا في ناس عامه الشباب او الرجاله بيبقى العظم بتاعهم اتقل. اتقل شويه من البنات او الستات بيكون العظم بتاعهم اتقل فبيوزن على الميزان. أيوة. فانا ببتدي انزل عادي مقاسات، بس انا الكتله بتاعه العظم بتاعتي وزن على الميزان. بس انا استحاله ما انزلش دهون خالص او ما انزلش على الميزان خالص، لا انا بنزل الدهون كلها اللي في الجسم، ابتدي انزل مقاسات وانزل برده كمان على الميزان. ناس بتخس بس ايه، تلاقي يبدا يخس من وشهم، رقبتهم، بطنهم ما بتنزلش، الارداف ما بتنزلش، الدراعات، عشان ما بتخسش بطريقه صحيه. انا بقى عايزه اخس بطريقه صحيه، عارفه طول ما احنا بنخس بطريقه صحيه عمر ما هنتاثر مثلا ان وشنا يخس او البشره يبقى فيها حاجه غلط. انا بدي كريم بشره بحيث ان الوش ما يخسش، ما يحصلش مثلا هالات او تجاعيد، كل الحاجات دي لا 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 انا مش عايزاها خالص. يعني دايما حريصه ان انا بعوض، بدي فيتامين عشان لما هبتدي اخس والدهون هتنزل من جسمي، المعادن هتنزل، شعري هيقع، ضوافري هتتكسر، فانا بعوض. الكورس بيكمل كل حاجه، بتكمل حاجه معايا، يعني لان ده كل اول حاجه بتنزل في البني ادم بيبدا يخس، تلاقي الميه اللي بتنزل الاول. دي حقيقة. تلاقي لاول دكتور اول اسبوع تلاقي خسيت 7 كيلو، الله اكبر انا كده هخس، وتيجي تاني اسبوع تروح تلاقي نفسها زايده نص كيلو، زايده كيلو. طب انا خسيت اول اسبوع، مش فاهمين ان اول اسبوع ده الميه، عشان ما بنخسش بطريقه صحيه. طبعا احنا بنخس بطريقه صحيه، معدل الاسبوع من 4 ل 5 كيلو، ده الطبيعي للناس كلها، دهون وميه، وحتى لو 2 كيلو او كيلو مش وحش، مش وحش مش وحش، بس انا بقول لك المعدل العالي. ايوه، من 4 ل 5 كيلو. يعني انا في كورس الاناسيليا ما شاء الله كل الناس اللي بتتابع من 4 ل 5 كيلو، من 3 ل 4 يعني مستحيله ننزل عن كده. طيب احنا بننزلهم بس ميه؟ لا، احنا بننزلهم ميه ودهون. احنا بنعمل ان بودي، بنشوف احنا يعني اغلبيه الصيدليات دلوقتي بقى فيها جهاز الان بودي، ممكن نعمل من خلاله نشوف احنا بننزل ميه ودهون قد ايه، الكتله الدهنيه عامه موجوده فين، وانا هبتدي اقسم او انحت الجسم على اساس ايه. فانا من خلال كورس الاناسيليا بقدر اخس كل الوزن اللي انا محتاجاه. الله، فانا شحتها فظيعه. شمين انت شامم المرزوق، شمين يا جماعه. بصوا صفحه الفيسبوك واحنا هنا نشم براحتنا. صينيه العجه بقى طلعت من الفرن، الله على جمال. ما يروح لصفحه الفيسبوك عشان يجي ياكلوا معانا. الله، مفيش بطاطس مقليه، دي عجه، هناكل عجه براحتنا. بصوا بقى، بصوا الجمال، بص دي كيكه، هنقطعها كده زي كيكه وهندي مرزوق حته عشان ياخد الكرسي بعد كده. وبطاطس مقليه بقى، وايه يا جماعه؟ يا جماعه النهارده في خصومات وحاجات ضرب نار النهارده، على الثلاث شهور خصم 75% والتوصيل مجانا والمتابعه مجانا.
والمتابعه دي المتابعه دي زي كانك بتكلمي دكتور تساليه على حاجه. في دكاتره بيبقوا شغالين اونلاين عايزين يسالوا على حاجه يقول لك ابعت لي على واتساب على الصفحه التليفون والله بنرد يوميا عادي. ما عندناش مشكله الصفحات بتاعه الفيسبوك قدامكم على الشاشه اهي عشان خاطر تبقوا انتم عارفين وواثقين من الصفحه والمنتج اللي انتم بتطلبوه. منتج طبيعي وامن من اول 12 سنه لحد 85 سنه امن على المرضعات، ما بينزلش في اللبن، ما بيضايقش الطفل، ما بيجيبش مغص، ما بيعملش مشاكل خالص. تاكلي كل اللي نفسك فيه بس بكميه قليله لان انت حاسه بالشبع. والترخيص قدامكم على الشاشه اهو، منتج مرخص من وزاره الصحه، ما فيش منه اي قلق، فيش منه اي اضرار، فيش منه اي حاجه تضايق او تقلق من اي حاجه. ما تيجي ناكل، ما تقدرنا الكرسي بقى عشان نقعد ناكل كده. خلينا نقول الخصومات. هو الكرسي بيتاخد قبل الاكل عشان يعمل الحيز ده بالظبط. صح، ليه مواعيد على حسب بقى الحاله الصحيه. يعني انت بيبقى معاكي دكتوره المتابعه بتاعتك بتشوف انت تقدري مثلا الحاله الصحيه بتاعتك عامله ازاي او ماشيه على الكرسي ازاي. في ناس تقول لك انا اصلا ما اقدرش ابلع الكبسوله كده من غير ما افطر، مش خلاص احنا كده الدنيا تنتهي بينا، لا انا هاخدها عادي بعد الاكل. بعد الاكل في على حسب بس انا بدي مثلا قد ايه او المقدار قد ايه او انا ماشيه ازاي، بيبقى معايا دكتوره المتابعه هي مسؤوله عني لحد ما اخلص تماما. يا جماعه عشان تلحقوا الخصومات دي طبعا عشان تلحقوا الخصومات الحلوه دي هنا بس على الطبليه عندي صدفه وبس. الخصوماتي 75% على كل 3 شهور، 50% على كل 6 شهرين، 35% على كل 6 شهر، شحن مجانا، توصيل مجانا، متابعه مجانا، فكل ده هنا عندنا انا بس مش في حته صدفه وبس. بس صح صح. طيب قولي لنا بقى عايزاك تفسري الكورس بتاع ال 3 شهور من الاول. طيب احنا بناخد فيه الاناسيليم، الماجيك بوكس، الفينيل، كريم الترهلات، كريم البشره، الفيتامين. طب الاناسيليوم ده معروف ان هو بتاع الشبع والجوع، بيعمل حيز في المعده، سدنا الشهيه، والكريم معدل الحرق مع الاناسيليوم. مع الاناسيليوم وكريم الترهلات معروف عشان خاطر الترهلات اللي بعد الترهلات عشان خاطر جسمك ما يبقاش مرهرت بعد ما تخسي، يبقى انت عملت حاجه بوظتي حاجه ثانيه. لا مش عايزه كريم البشره عشان خاطر ما فيش تشحب للوش، ما فيش حاجات سودا، ما فيش الكلام ده. ايه بقى الماجيك بوكس؟ الماجيك بوكس بقى السحر، الصندوق السحري يعني. ده اهم حاجه في الكورس كله، ببتدي اسيح بيه الدهون الموضعيه، منطقه البطن، الجسم، كل الجسم دهون موضعيه بقى، منطقه البطن، الجناب، الارداف. ممكن يبقى شكل جسمي كويس جدا بس عندي بطن عاليه جدا مضايقاني في اللبس، مش عارفه البس براحتي، فانا عليا وعلى الماجيك بوكس. الماجيك بوكس قادر ان هو ينزل لي الدهون. طب هو بيعمل كده ازاي؟ لان هو مكوناته الجرين كوفي والجارسينيا وطبعا التوت البري، فانا بسيح الدهون وبعلي من معدل الحرق، هو بيخش على الاماكن اللي فيها دهون وبيفتتها معايا، بيبتدي يفتت لي الدهون الموجوده في الجسم بالكامل. وطبعا الفينيل، يعني انا دايما حاجه بتكمل حاجه، ما ينفعش حاجه تنقص من حاجه. الفينيل هيثبت معايا الوزن بحيث ان انا خلاص نزلت الوزن اللي انا عايزاه، ويبتدي ينحت لي الجسم. انا محتاجه ان انا انحت جسمي بحيث ان شكل جسمي يكون منشوق كده ومفيش اي مشكله خالص. طب انا طبعا بشكرك جدا يا سندس النهارده، نورتينا واسعدتينا. كل الناس اللي شايفانا دلوقتي الحقوا الكورس 3 شهور عليه خصم 75%، وكورس الشهرين عليه خصم 50%، والشهر عليه خصم 35%، شحن مجانا، توصيل مجانا، المنتج امن طبيعي 100%، واخد تصريح من وزاره الصحه. وخلصنا بقى كده، احنا هي تخسسنا، انا بقى اكلكم. بصوا بقى احنا عملنا ايه النهارده، بصوا صينيه العجه وجمالها، ولا الفول ولا البتنجان بقى والبطاطس والجبنه والبطاطس اللي هناك دي. ده عيش انا جايباه على فكره، العيش ده اتاخد منه رغيفين. كريمه ها براحتك يا كريمه، كريمه انا جايبه ب 10 جنيه عيش. فيا جماعه عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي كمان هنا، لا ما تقوليش كده الكلام ده، انا جايبه ب 10 جنيه يعني 10 هتخانق معاك. بصوا هنا كده، بصوا العجه، بصوا بتتقطع اتقطعنته بقى زي الكيكه كده، مفيش منها اي مشكله ولا اي ضرر. بصوا اهي شايفين مستويه وحلوه وزي الفل اهي، بصوا عامله ازاي، قطع قطع ازاي اهي، حلوه قوي يا جماعه، لازم تجربوها بطريقتنا. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده ويوم جديد، واقول لكم سلام عليكم.